اليوم معنا يا ماما بمطبخ واتس كوكينج. بونجور دلال. هاي تينا، كيفك اليوم؟ تبا وانت؟ امبارح عملنا وصفة كان دخلها دبس الرمان، خل ورب البندورة اكيد. صح، اليوم كمان. اليوم كمان اليوم بدنا نعمل كب كيكس مثل ما قلت لك امبارح على ادامامي. بدنا ننقع البقلة برب البندورة دبس الرمان، وبدنا نشتغل هيك وصفة طيبة كثير مثل ما عم بيشوفوا. سو ملحين هول الكب كيكس. اليوم عندنا وصفتين تما نضيع المشاهدين. واحدة مالحة وواحدة حلوة. المالحة هي بدنا نشتغلها مع رب البندورة ودبس الرمان، والحلوة هي بدنا نشتغل السميد مع قمر الدين، كمان بدنا نضيف لها المزهر والموارد. بس قبل ما بلش حلقتنا هيك وصفاتنا، عبالي هيك ضوي وارجع احكي شوي على يا ماما. اول شيء انا بدي اشكر كل المشاهدين يلي امبارح حتى برات لبنان اجاني كثير على الانستغرام، ونحن ما بنستخدم غير رب البندوره ودبس الرمان. وكمان في كثير قالوا لي ليش ما عم تحكي على عصير الحامض اللي حكي عنه هلا ببلش حلقاتي. اول شيء بدي اقول انه اليوم عم نحكي على شركه لبنانيه قديمه بلشت تصنع شويه من المزهر والموارد، وشوي شوي كبرت، صار عندها صويا صوص، جميع انواع الخل، رب البندوره، دبس الرمان. اذا بدنا نحكي شو في برودكت ما بنخلص، لانه في العديد والعديد. واحلى شيء مثل ما كل مره عم نحكي بكل حلقاتنا انه يا ماما بتصدر لبرا، صارت اكثريه يعني لكثير بلدان برا. واهم شيء مثل ما حكيتك امبارح تينا، قلت لك انه بيسالوني كثير انه انت كيف بتميزي البرودكت لتحكي عنه. انا بدخل على المصنع، بدخل محل ما بينشغل البرودكت، اهم شيء الطعمه. يعني وقت نشتري حيلا برودكت بدنا ندوق تكون طعمه طيبه، بعدين الملمس، اللون، واهم شيء يكون برودكت طبيعي، يعني معمول بجوده اكيد فوالا تنقدر نشتري. وكمان اليوم بين هلالين قبل ما بلش بوصفات، احسن ما تخلص الحلقه بلا وصفه، بدي اقول انه حتى السعر كثير كثير مقبول. يعني امبارح اجاني كثير انه انت ما عم تحكي على السعر، بس احنا اشتكينا ولقينا انه سعر رخيص، خاصه بهالفتره، يعني لبرودوي هالقد مرتب بسعر كثير رخيص. اما بالنسبه لعصير البندوره، اما بالنسبه لعصير بندورة ما احكي عنه، اما بالنسبه لعصير الحامض بدي اقول انه اليوم بما انه الحامض غالي تينا، اذا نشتري كيلو حامض بدنا ندفع تكه، بقى فينا نشتري عصير الحامض من يا ماما يلي بيعملنا اكثر من كذا كيلو من الحامض وبسعر اقل كثير. شو رايك نبلش وصفاتنا؟ يلا. لكن اول شيء رح نبلش اليوم، لكن ترجع نذكر المشاهدين انه اليوم عامله كب كيكس، حاتركه لاخر شيء لانه اوريدي انا اشتغلت واحد بالبيت وجبته. حاشتغل بالسميد يلي بدي انقع قمر الدين بالمزهر والموارد. هلا شو هي وصفتي لليوم؟ اليوم هي السميد العادي يلي كل ست بيت بتعرف تشتغلها، يعني لاربع كبايات من الحليب بدنا نحط كبايه من السميد، شويه من السكر، مزهر، موارد. اليوم حبيت اشتغل بقمر الدين يلي بدي انقعه قبل باربع خمس ساعات بالمزهر والموارد يلي بدي اضيفه على السميد يلي على طول على نار. لكن تنبلش اول شيء بطنجره على نار، وضعنا حليب سائل على نار. شو اربع كبايات حليب لكبايه سميد مزبوط؟ سينا على نار خفيفه لانه الحليب مثل ما بنعرف انه بيحترق. تركناه على نار خفيفة، بدنا نضيف شوية من السكر، تعرفي مثل ما كل مرة بنقول إنه السكر ذوق. أنا بهيدي الوصفة بحط كباية من السكر عامة، بس اليوم في منهم بيلاقوا إنه القمر الدين شوي حلو، بفضلوا إنه يخففوا، هيدا ذوق. لكن فينا ندوقها كمان نحن عم نحضرها. أكيد. لكن بلشنا بحليب سكر على نار خفيفة. بهالوقت بدي انقع المزهر، بدي احط مزهر وموارد مع قمر الدين. بتعرفي انا كثير اوقات نعمل نقوع بهيدي الطريقه. ايه مزبوط. انا بعمل ايس كريم على قمر الدين، كمان بحط له مزهر وموارد. مزهر وموارد بيلبقوا كثير مع بعض كثير.
لكن مثل ما قلنا بطنجرة على نار تركنا حليب السائل مع السكر، في عنا السميد على جنب، وفيه عندي هون قمر الدين يلي قطعتهم لمكعبات صغيرة، نقعتهم بالمظهر، يعني يوم عم بحكي على ملعقتين من المظهر والمورد، ملعقتين كبار يلي بدي اتركهم لمدة ساعة واثنين، وانا اوقات بشتغلهم قبل بليلة وبضعهم بالبراد، يعني في انقعهم قد ما نقعناهم قد ما بصيروا اطيب. شو بدنا نعمل تينا؟ اول ما يبلش يسخن الحليب، قبل ما يغلي الحليب يعني اول ما يبلش يسخن، بدي اضيف قمر الدين مع المظهر والمورد على وصفتي، بدي ارجع اضيف السميد، حرك شوي شوي، اول ما يشتدوا ويبلشوا يغلوا بدي اقدمهم دون دي فيرين، وبدي احط عليهم البلح، شو ما عندي بالبيت، جوز، لوز، تمر، بلح، فستق حلبي، حيلا شيء، مثل ما في حط شيء، يعني في كلهم هيك بهيدي الطريقه. هيدي اول وصفه حنتركها هيك ل يسخن الحليب. بتعرفي انا كثير بحب السميد مع الجبنه كمان، بس لانه اوريدي عملنا الوصفه مع جبنه، اليوم هيك طلعنا شوي من العاده. هلا بدنا نعتبر انه بلا ما نعتبر سخن الحليب، اكيد بدنا نضيف قمر الدين المنقوع بالمظهر، هون بيدوبوا كليا دلال، بيدوبوا. بتعرفي انا بدوب كثير وقت اعمل ايس كريم على قمر الدين، بنقع القمر الدين قبل بليله بشوي من عصير البرتقال مع المي السخنه، وبروح وبجي وبحرك، بروح وبجي وبحرك، بدوب القمر الدين وقت نوضعه بمي سخنه دغري بدوب. فهون السميد، يعني السميد عادة نعمله، ولكن رح نحس بنكهة القمر الدين صح مع المظهر والموارد لأنه نقعناه. هلا دقيقة رح احط السميد تينا ورح انتقل للكب كيكس لأحكي عنه كمان. أنا وناترا شو رأيك؟ مالح فينا نقدمهم ترويقة بعد الظهر، مش هيك؟ شيء أكيد ترويقة بعد الظهر، فينا كل نهار ناكلهم يعني مثل قاعدين ولا شغلة ولا عم، كل نهار ناكل عاد. بس خلينا ننتقل نترك الكب كيكس، هلا دقيقتين ححط السميد، حاترك السميد على جنب وانتقل على الكب كيكس قبل ما يدهمنا الوقت. اليوم من شو معمول كب كيكس؟ هذا الكب كيكس انا اخترعته اليوم، معمول بس طيب لانه كمان دقته، معمول من بيض كامل، رشه من ملح، رشه من بهار الابيض. بدنا نضيف له نص كباية من حليب السائل، نص كباية من زيت النباتي أو الزبدة، يعني هون ذوق. بدي أضيف ملعقتين من رب البندورة، اليوم في عندي نص كباية من جبنة البارميزان، نص كباية من الفتة أو حيلا نوع من الجبنة، أو حتى كمان هيك تهينا أكتر فيه حط نوع واحد من الجبنة مش اثنين يعني حسب فيه ما حط بس أطيب مع جبنة. حبيت اشتغل بالبروكولي، بالفطر، بالإدامامي مثل ما حكينا امبارح، وبالبقلة. بس بشو بتتميز وصفتنا؟ اليوم وصفتنا تتميز البقلة، تقولي لي ما بحب البقلة، حيلا خضار، روكا، كيل، سبانخ اخضر، حيلا شيء، بدي انقعه برب البندوره ودبس الرمان قبل بساعتين. هلا انا ما نقعته لاقدر فرجي الوصفه للمشاهدين، بدي انقع حيلا خضار عندي وبدي اضيفه على وصفتي. لكن انا هلا حطيت دبس الرمان، بدي اضيف رب البندوره، بدي بلش بالكب كيكس كمان. هلا فينا هون نودع رب البندوره مثل ما فينا نحطه كمان مع بالخلطه، مع الخلطه. شو رايك نحط ملعقه هون ملعقه هونيك؟ لكن ملعقتين من رب البندوره، وما بدي انسى دبس الرمان. رح انتقل لهون تينا نحط السميد. تنبلش نشتغل بالكب كيكس، انا حروح واجي وحرك، اصلا دغري بيشتد السميد. خلينا نرجع لوصفتنا، شو رايك؟
اوكي شو حطينا؟ دبس الرمان مع رب البندوره مع البقلي او مع الخلطه؟ حطينا ملعقه من رب البندوره مع البقلي وحنحط ملعقه مع البيض. باقي صح. لكن اليوم بيبول انا هي بشتغلها حتى مش على المكنه لانه كلهم ثلاثه بيض مش محرزين. وضعنا بيض عدد ثلاثه، ضفت لهم رشه من الملح ورشه من بهار الابيض. بدنا نرجع نضيف نص كبايه من زيت النباتي. هلا بدنا ننط من هون لهون لانه انت هون. ثلاثة بيض، زيت حليب، ما عندي زيت سائل مش هيك؟ حليب سائل. سوري بس لانه مضطر احرك. لكن تينا بيض، بيض، زيت، زيت، حليب. بدي احكي على الباذنجان يلي مثل ما عم تشوف الكب كيك، انا اليوم شويت باذنجان لفيت فيهم. حلوين. حطيتهم بالفرن. هلا بنشتغل وحده تهي نوصل الفكره للمشاهدين. خلينا نضيفهم بعد شوي سميد لنسرع لنقدر نسقعهم. ريحة المزهر بالبوارد. بدي ارجع اذكر انه وقت احكي على برودوي يا ماما بكون عم بحكي على برودكت طبيعي 100%. لكن بيض، سكر، بيض طلعت على السكر، بيض، زيت، زيت، حليب، حليب. حوقف هون. ضيف الاجبان، اليوم حبيت اشتغل بالفتة بجبنة البارميزان او حيلا نوع من الجبنة ما عندي. بالغارة، عكاوي، بتمشي. بدي اضيف الطحين وبختم بحيلا نوع من الخضرة يلي انا بحبه او اللي عندي اياه، يعني شوية من كوسا، باذنجان، بازيلا، حيلا شي تينا. سو هول بينعملوا كب كيك زلال وبينعملوا قالب واحد أكيد. كمان اذا بدنا فينا نشتغلوا كيك، فينا نشتغلوا كب كيك. لكن حطينا الحليب وحطينا الزيت، الاجبان، حيلا نوع من الجبنه. بدنا نوضع الطحين، البيكنج باودر، وبدي اختم بالبقله والبروكولي والادامامي والفطر. ما بدي انسى، بدي ارجع اضيف ملعقه من رب البندوره. قربوا يشتدوا، دقيقه حقت فيهم. هلا لما يبردوا بشدوا بعض اكثر يمكن؟ بشدوا اكيد. يعني بدهم شوية تحريك. هيدا هو الكب كيكس. كمان هون الخضرة أكيد اللي موجود عنا فينا قلنا حيلا نوع من الخضرة يلي عنا إياه بالبيت. حتى أنا أوقات بشتغل هيدا الكيك بالزيتون. حلو. بيطلع كمان طيب. رح ضيف مزيج البقلة مع دبس الرمان ورب البندورة. السميد رح نقدمه بكاسات. 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 حطفي تحته دقيقة برجع بصبه. اوكي. بس لنقدر نوصل الفكرة لما نضيع المشاهدين. لكن ضفنا البقلة المنقوعة بدبس الرمان، رب البندورة، حطيت شوية من الطحين بالإضافة لحليب السائل، الزيت، الأجبان يلي عندي إياها بالبيت. بدي أرجع أضيف تينا ملعقة من رب البندورة، وهون بدي أختم بالخضرة يلي عندي إياها بالبيت. ملعقة يعني ملعقة كبيرة. هيدا هو كيك
كب كيكس. حلو. سو الباذنجان بس من الدقيق حطيتيه. هلا بس تنصب السميد هيك وصل فكره صغيره للمشاهدين كيف بدنا نعملها. سو انت اليوم حطيتي بروكولي بقلي وادامامي مش هيك؟ بس في حط شو فينا نحط صنف صنفين خضره صنف واحد حسب شو عنا بازيلا يمكن حتى بيبا بازيلا اكيد فينا نشتغلوا بس على اجبان سبانيخ هلا بدنا نضيف أوكي. الخضره بتعرفي هي وصفه صغار وكبار بحبوها يعني حتى الاولاد بحبوها هلا عم نضيف الادامامي الفطر البروكولي قرنبيط انا هيدا كيك بشتغله مع قرنبيط اوقات ولا هون البروكولي افضل يكون مطبوخ قبل بوقت مسلوق يعني فينا نعمله كيك فينا نعمله كب كيكس فينا نحط الخضره اللي بدنا اياها شو بده وقت بالفرن دلال؟ بدنا نحمي الفرن 180 درجة، هلا إذا اشتغلناهم بهيدي الطريقة يعني مثل ما هون عم نشوف صغار مثل ما أنا اشتغلتهم، هلا حنحكي كمان على الباذنجان كيف اشتغلناهم، ما بدهم أكثر من 20 دقيقة بالفرن، بس قد ما بنكبر الكيك قد ما بدهم وقت أكثر. واليوم هيك سريعا قبل ما نختم خلينا هيك نخبر المشاهدين إنه اليوم حبيت أشتغل بالباذنجان، يعني جبت باذنجان قطعتهم وشويتهم شوي بقلب الفرن شويناهم بالفرن نص شويه وهلا بدي اجيب حيلا قالب كب كيكس او حيلا شيء بدنا نلف فيهم الباذنجان ونحشيهم الحشوه اللي اشتغلناها اوكي سو بنحط حشوه الكب كيك بقلبهم وبنرجع بندخلهم على الفرن بفوتوا على الفرن سوا صح حلو. انا هلا حصب نسكب السميد نحن رح ناخذ وقفه مشاهدينا بس ضلكم معنا راجعين لكن اليوم كان عندنا وصفتين الكب كيك المالحين والسميد بالقمر الدين صح يلا خلص اكيد بده تسقيع ما فينا ناكله هلا بس نحن ناطرين نسقي سقي خلينا هيك نرجع ندوي على يا ماما ونخبر المشاهدين اليوم عم نحكي على شركه لبنانيه 100% واللي عم يحضرونا برات لبنان اكيد بيلاقوها بكل السوبر ماركت وبكل المحلات بدي ارجع اذكر انه اسعار اجاني كثير امبارح انه اسعار كثير رخيصه نسبه لل برودوي اللي عم ناكله للسوق بتعرفي هلا غلى كثير يعني بدي ارجع زكت على المزهر والموارد يلي هن طبيعي 100% بالاضافه لرب البندوره دبس الرمان وقت نقول دبس الرمان رب البندوره نحن مغمضين عيوننا ما بنفكر باليماما بس اليوم بدي ارجع اقول للمشاهدين انه ياماما في صويا صوص في العديد من الخل في ملح في عده برودكت من ياماما يلي هي كمان شركه قديمة وعلى طول عندها شيء جديد يعني واليوم دخلنا هال اليوم عملنا وصفتين بوصفتنا اول وصفة يلي هي السميد وصفة بسيطة تينا بس قد ما هي بسيطة قد ما هي عن جد طيبة مع قمر الدين يلي نقعناه بالمظاهر والموارد ويلي ضفناه على الحليب السائل مع شوية من السكر هيدا ذوق مثل ما قلنا تركناه لأول ما تبلش تغلي وقدمناه بهيدا يعني وصفة بسيطة بس كمان طيبة وصفتنا الثانية هي الكب كيكس يعني اليوم حبيت اشتغل بالباذنجان فينا نشتغلها بباذنجان فينا بلا باذنجان هيدا ذوق يعني كمان هيك نرجع نعيد سريعا انه وضعنا بيض مع شوية خلينا نقول ثلاثة بيض رشة من الملح بهار أبيض نص كباية من حليب السائل نص كباية من زيت النباتة أو الزبدة اليوم حبيت أشتغل بنوعين من الجبنة يعني نص كباية من الفتة نص كباية من جبنة البارميزان أو حيلا جبنة عنا إياها بالبيت على جنب ما بدي انسى انه نقعت اليوم حبيت اشتغل بالبقله روكا كيل حيلا شيء عندي نقعته بدبس الرمان مع رب البندوره ملعقتين من رب البندوره فينا نضيف ملعقتين من دبس الرمان ضفنا الادامامي فطر
بروكولي، ارنبيط، مش ضروري كلهم يعني تشكيله خضره او حسب شو عندنا. ما بدي انسى كبايه ونص من الطحين، ملعقتين من البيكنج باودر، وهيدا هو فينا نقدمه بكب كيكس، في مثل ما فينا نقدمه بحيلا كيك. بدنا نقول انه هيدا كيك انا بشتغله بوضعه بالبراد وبيداين كمان. وهول هن وصفاتنا لليوم، وما بدنا ننسى افكار جديده دائما معك دلال. ثانك يو لهالافكار الحلوه. رح ناخذ بريك ومكفينا لايف.